مدينة نيجيرية تعطي فرنسا الحياة والضوء ويمنحها الفرنسيون الموت. شكلت مطمعا للأوروبيين جميعا، وكان لفرنسا النصيب الأكبر من كعكتها الصفراء مهد ثروات النيجر من اليورانيوم والذهب والليثيوم. الشعب الذي يدفع ثمن ثرواته موتا بطيئا يتنفسه مع الهواء. أرليت مدينة أيتام اليورانيوم ومهد الطوارق التي طمع بها الجميع حتى صدام حسين قبل موته. لنتعرف إلى قصتها معا، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. في منطقة أغدز شمال النيجر قرب الحدود الجزائرية تقع مدينة أرليت. قديما ومنذ عام 1971 عرفت أرليت بأنها منطقة طبيعية اتخذها الطوارق في النيجر مرعى لإبلهم في فصول الشتاء والربيع. وحينما تحولت إلى مناجم لشركة سوماير وكوميناك، اعتقد الرعاة لوهلة أن مدينتهم باتت على موعد قريب بالاستقرار والتنمية، وانتظروا أن تسارع الحكومة النيجيرية إلى بناء مجتمعات جديدة. لكن الرياح لم تجري كما اشتهت السفن، فالمدينة الصناعية النيجيرية التي ذاع صيتها على أنها مهد أنفس معادن النيجر وهو اليورانيوم، ورغم أنها من أغنى المدن به، إلا أن هذا الغنى لم ينعكس أبدا على المدينة وسكانها الذين على عكس مدينتهم يعرفون بأنهم من أفقر سكان غرب إفريقيا وأكثرهم عوزا، لدرجة أنهم لقبوا في بعض وسائل الإعلام بأنهم أيتام أرليت أو أيتام اليورانيوم. ورغم أن هذه المدينة تحتوي شركات تدر المليارات سنويا من استخراج اليورانيوم، إلا أن ذلك لم ينعكس بأي شكل على المنطقة وسكانها الذين يفتقدون أدنى مقومات الحياة. فالشركات الأجنبية التي استوطنت أرض المدينة وعملت في التنقيب في صخرها وأرضها لم توفر لها أي خدمات أو بنية تحتية، حتى بدا جليا أن إهمال هذه النواحي بالمدينة من الشركات كان متعمدا. الشركات نفسها التي أولت هذه الأرض اهتماما عالميا منقطع النظير بسبب ثروتها من اليورانيوم. عين أوروبا على أرليت. بحسب الأرقام الرسمية للرابطة النووية العالمية، فإن أرليت النيجيرية وحدها زودت دول الاتحاد الأوروبي بما يقارب 25% من إمدادات اليورانيوم، وأنها أنتجت عام 2022 فقط نحو 5% من التعدين العالمي، حتى أنها كانت محط أنظار الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل الحرب في العراق عام 2003. فرنسا كانت من أكثر الدول تمددا داخل النيجر، لذلك فإن الشركات الفرنسية وضعت يدها على مناجم أرليت. ومن أبرز هذه الشركات كانت شركة أورانو المثيرة للجدل بالتعاون مع قرينتها سومير المملوكة للنيجر، اللتين تسيدتا أنشطة استخراج واستكشاف اليورانيوم في البلاد. وأبرز هذه المناجم كان في أرليت ضمن عدة مناجم هي منجم أوكوتا لليورانيوم الواقع غرب أرليت، والذي ينتج نحو 75,000 طن من اليورانيوم منذ عام 1978، لكن تم إغلاقه في آذار عام 2021 بسبب نفاد احتياطاته من الخام. ويوما بعد يوم كان الناس ينتظرون أن تتحسن أوضاع أرليت يوميا، لكن ذلك لم يحدث. رغم ذلك أتت إليها أعداد جديدة من الباحثين عن الثروة منذ عام 2014 وبعد ظهور الذهب في جادوا وتشبركاتين، ما يزال الجميع يكافحون من أجل قوتهم، وبات الجميع على قناعة تامة بأن اليورانيوم والشركات المنقبة عنه لم يجلبوا لمدينتهم سوى الدمار، إذ باتت أعمال التنقيب وبالا على البيئة بعد أن حولت المنطقة إلى واحدة من أكبر مناطق الصحراء تلوثا.
أرليت مدينة صناعية تقع بين الصحراء الكبرى وجبال العير، تبعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من الحدود الجزائرية، ويسكنها نحو 80,000 نسمة. تعيش فيها جالية فرنسية كبيرة، ويشكل اليورانيوم 80% من صادراتها. ولطالما اشتهرت بتعدد مناجم استخراج مادة اليورانيوم التي تستغلها الحكومة الفرنسية لإمداد المفاعلات النووية التي تعتمد عليها فرنسا في إنتاج الطاقة. وقد أنشئ طريق حديث يتجه جنوباً لنقل شحنات اليورانيوم الخام إلى ميناء كوتونو بدولة بنين للتصدير. في التسعينيات بعد أن شهدت أسعار اليورانيوم تدهوراً كبيراً، ساهم ذلك في اندلاع تمرد الطوارق الذين يؤمنون بأن لهم وللسكان المحليين حق ونصيب في عائدات اليورانيوم، خاصة بعد أن باتت فرنسا دولة نووية مرهوبة الجانب نتيجة استغلال اليورانيوم الذي بفضله وصلت الكهرباء لجميع منازل فرنسا، بينما غالبية منازل النيجيريين لم تر الكهرباء قط. كل ذلك على حساب السكان المدنيين الذين يموتون بسبب الإشعاعات والمخلفات النووية دون تقديم أي مساعدة لهم. وليس الطوارق فقط، أيضا منظمات غير حكومية كثيرة إفريقية وأوروبية انتقدت أعمال التعدين بالمدينة لما تخلفه من كوارث بيئية وصحية، خاصة شركة أريفا. وزاد غضب الجميع بعد تقرير للجنة البحوث والمعلومات للتحقق من نسبة الإشعاع في النيجر الذي كشف وجود ملايين الأطنان من مخلفات اليورانيوم ملقاة على سطح الأرض في العراء. لتكشف دراسة إحدى اللجنات البيئية وجود 20 مليون طن من النفايات المشعة تركتها الشركة الفرنسية كوميناك في مصب للنفايات بالهواء الطلق وعلى الأرض مباشرة. حينها أطلقت اللجنة ناقوس الخطر محذرة من خطورة هذه النفايات والاحتمال الكبير والوشيك لتسربها لتلوث المياه الجوفية بعد أن لوثت الهواء، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا لسكان مدينة أرليت. فتح انقلاب النيجر جروح النيجيريين عامة وسكان أرليت أو من يطلق عليهم أيتام أرليت، حيث بات النيجيريون والمنظمات البيئية يطالبون بوقف ما أسموه الاستغلال الفرنسي لثرواتهم من اليورانيوم الملقبة بالكعكة الصفراء، خاصة أن الاستغلال الفرنسي لا يعود على أهل المدينة إلا بالأمراض، حيث تم تحويلهم إلى ما باتت تعرف بمقابر اليورانيوم. بينما تدافع فرنسا عن نفسها بالهجوم على النيجيريين وتهديدهم، خاصة أن البديل جاهز وهناك دول كثيرة تنتظر أخذ مكان فرنسا في أرليت ومدن النيجر الأخرى مثل روسيا التي تقف على مشارف أرليت لتأخذ مكانا فيها. وبحسب الخبراء والمراقبين فإن الأطماع التي تحوم حول أرليت سببها ليس اليورانيوم فقط، فهذه المدينة والنيجر عامة خصوصا في الشرق والمثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو تعد مصدر أطماع للأوروبيين وجيوشهم، ولم يعد اليورانيوم وحده سبب ذلك، إذ توجد مناجم من الذهب ومناجم أخرى تضم ثروات أخرى تستعمل في الطاقات المتجددة مثل الليثيوم الخام. والأسوأ أنها تأخذ كل ذلك وتستغله وتترك مخلفات الثروات التي تتدفأ وتستنير بها لتقتل بها أصحاب تلك الثروات.